ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسول المواطنين على واحد نص مثال مغربي شعبي قح اللي هو اللي زرب أشنو كيوقع ليه. غنشوفوا النص الآخر مع المواطنين أشنو كيوقع ليه. أجيو معايا. قول لي يا سيدي، غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الآخر. اللي زرب تعطل، عمره وقعت لك بزاف، زربتي بهذا الموتور وقع لك شي أون بان ولا تعطلت، كليت العصافير، ما عمرني بقى نزرب. اللي تعطل بشويه محلوبه حليب معصوره دم، اللي كاينه كاينه، اللي مكتبه لك الله مكتبه، هي اللي كاينه، ما تجري على حتى شي حاجه والله. وخد وخدي اللي درتي، اللي مكتبه لك في الرزق راه مكتبه لك. وشنو الرساله ديالك اللي توجه لهاد الناس اللي يعني دابا مع العطله الصيفيه كيمشيو بالمواطر بالطوموبيلات وكيمشيو يعني كيزربوا؟ ماشي في الصالح ديالهم، ماشي في الصالح ديالهم. علاش؟ ان دوك الوليدات الصغار باقي العقل ديالهم طايش، كيشوف زربانين والديهم مساكين اللي كيتمحنوا. كشحال من واحد كيدير لك سيده خيبه. دابا اللي يزرب تعطل، تاك واحد نص مثال مغربي شعبي اللي معروف هو، وتكمل لي النص الاخر. اللي زرب تعطل، تعطل مع عمرك زربتي وتعطلتي بزاف مرات، كتزرب وكتعطل، كنزرب وكتعطل، ما زيد تكسيري كتزيد تعطل. واصل واصل، اللي مكتوب لك الله هي اللي كاينه، الطريق هي هذيك اللي مكتوب لك توصل راه غتوصل. شنو الرسالة اللي توجه هاد الناس اللي شادين الطريق مع العطلة الصيفية واللي كيزربوا في الطريق؟ صحاب المطار الطونوبيلات. سيدي ولا السيدة ديالي، كنتي شادة الطريق غادي توصلي، غادي توصلي على بركة الله، على مولانا. بلا ما تزربي. لا ما تزرب، الكسيراتور السرعة خطر. أنت ما عمرك زربتي وشي نهار يعني وندمتي؟ تليفون، أخذ بالتليفون، أخذ التليفون راه عاد قاعد الصحاب هذا هي ديك الحمد لله. اما كتصايب كتشوف التليفون، كتصايب كتشوف التليفون، ومهم التليفون طار، الطوموبيله طارت، ولكن الصحه اللي بقات. انت ما طرتيش؟ لا، بكل تواضع بقيتي. واحد نص مثال مغربي شعبي راه معروف، وتكمل لي النص الاخر. مرحبا. اللي زرب، اللي زرب تعطل، عمره وقعت لك زربتي وتعطلتي؟ بزاف الحاجات، ماشي ديما كنزرب وكتعطل. وكنتعطل بكل تواضع، كنتعطل. ودوك الناس اللي كيزربوا ولا كيكونوا دابا عرفتي مع العطله الصيفيه كيكونوا راكبين مثلا على الموتور ولا على الطوموبيل وديما زربانين، شي رساله اش غتوجه لهم؟ ودابا الصيف هذا وكتكون الحركه شويه كاينه لاكتيفيتي، من الاحسن بنادم يرد البال راسو بزاف شويه، ما يزربش الانسان، حاول ما يزربش. او هادشي اللي كاين، واللي زرب شنو غيوقع ليه؟ اللي زرب راه تعطل. هاكا غيتعطل. شوف تم غادي راه اللي مكتبه لك ربي اللي غتكون، غتوصل في الوقت، اي حاجه غديرها في الوقت. وانت حتى ما تبقاش تزرب. لا انا ساعه انا تعلمت. واللي زربتي؟ اللي زربت غنتعطل. كمل لي النص الاخر. كمل. اللي زرب تعطل، عمره وقعت لك؟ وصراحه وقعات، شحال مره كنت نزرب 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 طاح لي التليفون وتهرس وتعطلت، اقسم بالله تنزرب وطاح لي التليفون بالزربه وتهرس ومشات لي لابيتو. شحال طاح لك من تليفون؟ هي طاح لي التليفون، طاحت لي قرعه المناضه ديال الجاج، زربت يعني زربت تعطل هذه بصح. دابا فين ما كتزرب كطيح لك شي حاجه؟ شي حاجه والله ما في. عمرو زربتي وطاح لك طانسيو؟ طانسيو حتى هو تيطيح. والسكر؟ والسكر هذا هو السبب ديال الانسان تيزرب في الماكله، كول 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 تيطيح لي الطانسيو. قول لي شي رساله لدوك الناس يعني دابا مع الصيف اللي كيزربوا اللي راكبين على الطوموبيلات والمطار، شنو تقول لهم؟ لا تسرع يا ابي، نحن في انتظارك. هذه واحد المثل تيقولوه. لا تسرع يا امي، نحن في انتظارك. يعني حاول تمشي بشويه. لا تسرع يا اخي، نحن في انتظارك. لا تسرع يا اختي. يا نسيبتي. نحن في انتظارك. شوف اللي زرب تعطل، سيروا بشويه عليكم والحمد لله راه كل شيء غادي يوصل. يعني انت ما غتبقاش تزرب؟ لا ما نزربش اخي فارس. باش ما تبقاش تطيح لك شي حاجه. ما تبقاش تطيح لي شي حاجه. Thank you.